ميرا ميرا، ايه مالك؟ معلش انا كويس. طب ما تيجي ننزل نتمشى شويه في الجنينه. معلش يا مروان انا عايزه ابقى لوحدي. انا مش هسيبك، انسي ان انا سيبك وانت في الحاله دي. انا عارف اللي انت فيه كويس، مش عايزه اضايقك يعني، بس اللي انت فيه ده انا حسيته كويس قوي لما امي الله يرحمها توفت. محدش حس قد ايه انا افتقدتها او سابت فراغ في حياتي. عشان كده انا عارف كويس ان عم عبد العزيز الله يرحمه ساب فراغ كبير قوي في حياتك. معلش انا مش هسيبك وانت في الحاله دي، انسي. يلا يلا يلا. انا سالت النهارده على رصيده في البنك. يا مامي ده ازاي تعملي كده؟ فرزي عرف. مش لازم اطمن عليكي. طب طلعتي هايل. بيني وبينك لما وافق على العرض بتاعك بسرعه الفار لعب في عبي، فقلت اطمن عليكي. يعني طلع دفيان ولع. حلوة حلوة. ده انت جاي بقى تتكلم مع انكل سمير بس. الحقيقة القعدة معاه ما تتشبعش منها أبدا. أنا اتفقت معاه إن انتوا الاتنين هتتفقوا مع بعض على ميعاد كتب الكتاب. كتب كتاب بسرعة كده؟ إيه عندك مانع ولا إيه؟ لا خلاص اللي تشوفوه. بقول آخر الشهر كويس. لا آخر الشهر إيه يا مامي؟ ده إحنا كده فاضل 20 يوم مش هنلحق. أنا مش فاهم مش هنلحق ليه يعني؟ جاهز. مبروك عليك. كويس انك لقيتك صح. ما بقاش يجيني نوم. دي هتسيبيني واقف على الباب كده؟ مش هتقولي اتفضل؟ ده انا حتى ابن عمتك. اتفضل. انا قلت اجي اطمن عليكم. انتوا عاملين ايه؟ كنت هزعل منك قوي لو ما كنتش جيت سالت. والله كمل يا غصب عني. والله انا مشغول اليومين دول في شغلانه كده واخده كل وقتي. انا لو على ري انا اجي لك كل يوم والله. بس خلي بالك من نفسك، انا قلقان عليك ومش حابه اشوفك في اللي كنت فيه قبل كده. كاميليا لازم تشيل احمد ده من دماغها خالص. مش يمكن لسه بتحبه؟ بتحب ده ايه بس بلا قرف؟ وانا كنت مستنيه رد تاني خالص او حتى لفظ ارقى بكتير منك انت بالذات. يا حبيبتي انا واقعيه. اه انا بحب الشاعر وبحب الحب، بس ده يعني مش ان انا ابقى هبله. انت ممكن بقى ما تجيبيش سيره الكلام ده قدام كاميليا عشان مش ناقصاكي انت ومروه. هي كاميليا ليه فاكره لغايه دلوقتي ان احمد بيحبها؟ ده لو كان بيحبها عمره ما كان هيسيبها. لو هي بتتجوز ولا كان همه، ده انا ساعتها ما حسيتش خالص انه حتى انه متضايق. مش عرفك يعني انت كنت جوه قلبه؟ لا يا حبيبتي انا بفهم في البني ادمين كويس قوي. قولي لي بقى الدكتور بتاعك عامل ايه؟ كلمي كويس لو سمحت. الدكتور ابن الناس المحترم بتاعك عامل ايه؟ انت فاهمه غلط خالص. اه ما انا فاهمه غلط يا حبيبتي. طب قولي لي بقى هو كويس يعني؟ اتصل بيكي كده طمن انك اتعشيتي ولا لا؟ احب اقولك ان انت غريبه قوي. اه لا يا حبيبتي انا مش غريبه، بس كنت عايزه اقولك انهم كلهم في الاول بيعملوا كده. انا عايزه انبهك بس. ماشي. ايه رايحه فين؟ رايحه انام. لا لا استنى لما احمد يمشي. لا الله 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 الله. ايه مالك مش على بعضك ليه يا عم جمال؟ احمد طلع عند كاميليا. احمد مين؟ احمد ابن عمتي. الله وفيها ايه؟ ما انت بتقول اهو ابن عمتي. ما انت مش فاهم، كان عايز يتجوزها قبل ما تتجوز جوزها ده وكان هيموت عليها. الله 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 الله، ده انت بتتكلم جد بقى؟ انت عايز تتجوز بجد ولا ايه؟ اهدى شويه على نفسك. تصدق انت القعده معاك ملهاش لازمه. خد تعالى بس. رايح فين؟ هتنزل ده تحت بتعمل ايه؟ بتاع غاز ولا ايه؟ طب هو ابن عمتها الله بيسال عليها، وخصوصا بعد ما ابوها توفى، انت لازم تنيل هناك.
تصدق بقى انت غاوي تضايقني وترفع لي الضغط. اديك قلت اهو ضغط وشويه تقول لي سكر وشويه مش قادر تمشي على ركبك وهتبقى كهنه هتمشي على حواجبك في الاخر. فشر انا اسد وبكره تشوف. اسد مين يا عم جمال الحلو؟ اسد مين يا ابن اللي عاوز يعوم ما يروحش عند البراميل احسن هوب يغطس وما يبانش. اسمع كلامي. لا يا حبيبي انا غطس وغطس جامد كمان وهتشوف. يا عم شوف مايوهك اللي واقع منك. مفيش حاجه ممكن اعملها ولا اقدر ارغمهم على البيع ولا اقدر اقول لهم يدوني حقي. هعمل ايه؟ مش عارف اكمل اقول لك ايه والله بس انا شايف يعني الحاجات دي. وانت يا احمد انا مالي هتفضل لحد امتى من غير شغل؟ لا شغل ما انا لسه كنت بقول لك انا داخل في شغل كويس اليومين الجايين دول وان شاء الله هتظبط يعني بس انت تعيلي بس. اه والله. طب هقول لك على حاجه. قولي. ايه رايك تجيب لي شغل معاك؟ اجيب لي مين؟ شغل. شغلك انت معانا؟ اه. وانت شغاله معايا ايه؟ انت ناسي ان انا شاطره في الترجمه؟ يا واد انا خريجه ادب انجليزي. ايوه يعني انا هعمل ايه بادب انجليزي دي؟ يعني قصدي اقول ان انت بقالك كتير يعني ما ذاكرتيش ولا قريتي انجليزي، ليكي نسيتي ولا حاجه؟ ما نسيتش. يمكن اكون مكسله او وايه يا كاميليا اللي بيخليكي تكسلي يعني كده؟ طبعا كاميليا لو عوزت اي حاجه بيكلميني طبعا انت مش محتاجه ان انا اقول لك يعني. انا مبسوط انك عديت علينا قبل ما تروح. لا ده انا اذا كانت حاجه تبسطك انا هعدي عليكم كل يوم. وده حاجه بتطمني. شوف يا كاميليا انت بالذات لازم تكوني مطمنه على طول. سلام. صباح على خير يا كاميليا. انتي من اهله. ايه مالك في ايه؟ عايزة أعمل حاجة لكن ما ينفعش. إيه هي؟ عايزة أسمع مزيك. طب وإنتي حاسة بإيه؟ عارفة إنه ما جاش عشان جه عشان إحنا بنات خير. أنا مش هبلة ولا أنا صغيرة عشان أفهم حاجة زي دي. بس أنا عايزة أعيش. زمان لما بابا كان عايش كنت لما بخاف بترمي في حب. النهاردة أنا خايفة من نفسي. حاسة إني محتاجة حد عشان أقدر أعيش. طيب عايز تسمعي مزيكا؟ وبابا بابا كان هيعمل أي حاجة عشان يخليكي مبسوطة أنا متأكدة. بدأ
لو ده عادل لو سجاده على الحيطه ولا ايه؟ مش مصدق نفسي. المكتب ده بتاعي يالا. عسل قوي قوي قوي. لا 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 دي هتروح وتحلى على الاخر يا عدوله. ايه الجمال ده؟ يلا مش مصدق نفسي يالا. بقول لك ايه؟ اليافطه اليافطه هتتركب امتى؟ انا كلمت الراجل وقال لي نص ساعه هتكون اليافطه هنا باذن الله. حلو حلو الكلام ده. بعد نص ساعه تتركب اليافطه. ده كان